تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح الصحة والسعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعين مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة صحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأيضا أحب أني أرحب وأصبح على الدكتورة هند العوضي. دكتورة صباح الخير. صباح الخير عبد الله، وصباح الخير لجميع المستمعين. دكتورة هند طبعا مستمعين اليوم بتكون معانا إن شاء الله فقرة الإذاعة كاملة، وهناك اليوم الحديث عن كثير من الأمور الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لكوفيد-19. نستعرض فقرات برنامجها هذا اليوم. دكتورة عندنا أول فقرة يمكن أو خبر عن التغذية غير الصحية اللي تهدد دائما بسكري الحمل للمرأة وأيضا للجنين. قالت مجلة ألترن الألمانية أن سكري الحمل يسوي تغيرات هرمونية اللي تطرأ على جسم المرأة خلال هاي الفترة، واللي تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن سكري الحمل يهاجم بصفة خاصة المرأة اللي تتبع نظام غذائي غير صحي، والمرأة اللي تعاني من السمنة، والمرأة اللي يزيد عمرها على 30 عام، أو إذا كان عندها تاريخ أسري لمرض السكري. وطبعا أعراض سكري الحمل يعني تتمثل في التبول المتكرر، العطش، الإرهاق، التهابات في الجلد ومجرى البول، وعدم وضوح في الرؤية. وطبعا سكر الحمل كلنا نعرف أنه يسبب في زيادة وزن الطفل أثناء الولادة، صحيح، وارتفاع احتمالية إصابته بالسمنة والسكري في وقت لاحق من عمره، أو في أسوأ الحالات ممكن أن يؤدي إلى وفاة الجنين. وبالنسبة للأم قد يسبب سكر الحمل في صعوبات كبيرة أثناء الولادة، كما أنه يرفع من خطر إصابة الأم بالسكر النوع الثاني بعد ولادتها. وطبعا تستوي أكثر عرضة لالتهابات المسالك البولية والتهابات حوض الكلى، وغير عن هذا أنه ممكن يصيبها سكر الحمل في حملها القادم أيضا. طبعا ممكن أن تواجه سكري الحمل من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية اللي تتألف من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، وأيضا تبتعد عن الوجبات السريعة والحلويات والدهون، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين. طبعا هنا الرياضة احنا نقول الرياضة اللي هي تقدر عليها، مش العنيفة لأنها هي حامل. وأيضا طمأنت مجلة ألترن المرأة بأن سكر الحمل غالبا ما يزول من تلقاء نفسه بعد الولادة. نعم أكيد دكتورة، مثل ما ذكرت الدراسة هاي بأن الخبر الجيد بالنسبة للمرأة الحامل بأن إذا استمرت في نمط الحياة الصحية، سواء كانت التمارين الرياضية أو الغذاء السليم أو المتوازن، فمعناته أن السكري من بعد الحمل ممكن أن يزول بشكل تلقائي، ولكن تحتاج المرأة بأنها تمارس أيضا هاي الحياة اللي هي دائما فيها يعني الرياضة ونمط الحياة الصحي. بالضبط بالضبط. ننتقل دكتورة من فقرة أو الفقرة الخبر إلى فقرة السوشيال ميديا، ودائما مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور أخي عبد الله والدكتورة هند، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية أسماء. نحن قبل كنا متعودين منك يعني بعض الرسائل الإيجابية، بس أنا متأكد أنك مشغولة هالأيام. لا تشكل برضه نقولها مرة ثانية إن شاء الله قريب. وضع كوفيد مو مشكلة. تفضلي. من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي
تقريبا كنا حاطين مجموعة من الأرقام عن مجلة دبي للسكري والغدد الصماء، وهالمجلة أو يسمونها جورنال يعني تخصصية خاصة بالبحوث والأبحاث الطبية، وهي في الصحة هي من الجهة اللي قاعدة تدير هاي المنظومة. تقريبا يعني كان فيها مجموعة من الأشياء اللي جدا جميلة، يعني أكثر من 145 مقال تم استلامه خلال الفترة بين 2018 و2020. أيضا عدد الباحثين 253 باحث تم نشر أبحاثهم في هاي المجلة، 53 عدد باحثين من هيئة الصحة اللي نشروا يعني أبحاثهم، والشيء الجميل أن 19 منهم من المواطنين الأطباء المواطنين اللي أبحاثهم العلمية والتخصصية في مجال السكري والغدد الصماء تم نشرها في هذه المجلة. أيضا من ضمن الأشياء اللي قاعدة توصلنا من في قنوات التواصل الاجتماعي بعض مجموعة من الأسئلة، من مثل أن هل ممكن الأشخاص الأشخاص يتبرعون بالدم في حال تم أخذ التطعيم؟ نعم يمكن الأشخاص اللي خذوا التطعيم بعد 7 أيام من التطعيم تبرع بالدم، وهذا بيكون في مركز دبي للتبرع بالدم، ويمكن هم يعرفون تفاصيل أوقات العمل وغيرها، أو التواصل أيضا مع المركز من خلال الرقم الموحد اللي هو 800342. أيضا توصلنا مجموعة من الأسئلة، هل هناك مراكز الحضور دون موعد لأخذ التطعيم؟ لا يوجد أي مركز تابع لهيئة الصحة يقبل المتعاملين من دون مواعيد مسبقة. جميع خدمات التطعيم في هيئة الصحة هي عن طريق أخذ موعد مسبق. ممكن الاتصال بالفئات اللي يعني ذات الأولوية اللي في الوقت الحالي لهم كافة المواطنين، كبار السن اللي فوق 60 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، أن يأخذون الموعد من خلال الرقم المجاني 8342 الاستماع إلى إرشادات الموجودة الصوتية الموجودة، واختيار والإجابة على الأسئلة الموجودة اللي هي التقييم الأولية، وأخذ الموعد واختيار، يمكن اختيار أيضا نوع اللقاح. نحن حاليا هيئة الصحة لديها 3 أنواع من اللقاحات اللي هو سينوفارم، فايزر، بيونتك وأسترازينيكا. تقريبا هي يعني أيضا من ضمن الأسئلة اللي توصلنا، أن هل يعني كيف ممكن واحد يحدث مع طبيب لكل مواطن أو طبيب عن بعد؟ يمكن ذلك من خلال تطبيق هيئة الصحة DHA App موجود في الأندرويد والآيو إس. أيضا ممكن اتصال في رقم مجاني 8342. هاي تقريبا من الأشياء اللي يعني خلال 24 ساعة الماضية يعني أكثر الأسئلة اللي وصلتنا عن هاي المواضيع، فحبينا أيضا أكد عليها من خلال يعني البرنامج الإذاعي، أن جميع الخدمات موجودة إما في التطبيق أو من خلال رقم الموحد اللي هو 8342. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، قبل أن نأخذ الفاصل أيضا نحب أن نذكر بمراكز فحص كوفيد-19 التابعة لهيئة الصحة بدبي التي تتطلب موعدا مسبقا، وهي مراكز الرعاية الصحية الأولية، مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، وأخيرا مركز السيلي الصحي. وأيضا المراكز المخصصة لفحص كوفيد-19 مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة، وتعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساء، وأيضا نادي النصر الرياضي. أما مراكز الفحص دون موعد مسبق وهو مول الإمارات و سيتي سنتر ديرة، وأوقات العمل فيها الأحد إلى الأربعاء من 10 صباحا إلى 5 مساء. فقرتنا الثانية بتكون مستمعينا الأعزاء اليوم الكثير عن مستجدات كوفيد-19، وبتكون معنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معها عن الإجراءات الوقائية من كوفيد-19، وأيضا بنتكلم عن الأدلة الإرشادية حول كوفيد-19 ومواضيع أخرى، وأبرز الأمور اللي ركز عليها هذا الدليل الإرشادي. ولكن كل هاي الأمور مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا نرحب بتواصلكم دائما معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ودائما مستمعينا الأعزاء، تحرص هيئة الصحة بدبي على تعزيز ورفع الوعي والتثقيف الصحي بأهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ودائما لتفادي الإصابة بمرض كوفيد-19، وذلك طبعا ضمن جهودها المستمرة في هيئة صحة بدبي لتعزيز الأمن الصحي والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. اليوم معنا مستمعين الأعزاء نتشرف بوجود الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة هند. صباح الخير عبد الله، وصباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك بالنور والعافية. ومثل ما ذكرنا دكتورنا، دائما هيئة الصحة بدبي يعني موضوع التثقيف الصحي بأهمية التقيد بالإجراءات أصبحت أحد الجوانب المهمة الحقيقة. وأيضا مؤخرا دكتورة، تم إصدار دليل الإرشادي حول كوفيد-19، وحابين نعرف دكتورة فكرة عامة عن هذا الدليل، واليوم إن شاء الله وجودك معنا بنتكلم عن بعض الأدلة الإرشادية حول هذا الموضوع. طبعا احنا دائما في هيئة الصحة نحرص ان نوعي المجتمع بكل المستجدات حول ما يعني يهمهم في مجال الصحة. وطبعا العالم كله الحين يكافح جائحة كوفيد-19، فاحنا يعني اصدرنا العديد من الأدلة الإرشادية اللي ممكن تساعدهم في هذا الموضوع. من ضمن الأدلة الإرشادية اللي احنا يعني سويناها كان الدليل الخاص بالمخالطين، في كل المعلومات اللي ممكن يحتاجون يعرفون عن المخالطين وشو يسوون إذا كانوا مخالطين. وأيضا كان في دليل خاص بالمصابين وعزلهم المنزلي وعزلهم المؤسسي، تحدثنا فيه عن المصابين ومتى تكون مصاب وشو تسوي لما أنت تكون مصاب وما إلى غير ذلك. وطبعا يعني لما فتحنا المدارس أيضا أصدرنا الدليل الإرشادي الخاص بالطلبة والأولياء الأمور والمدرسين في المدارس، شرحنا لهم بعض الأمور المتعلقة بكوفيد. كان في دليلين إرشاديين، دليل إرشادي توعوي ودليل إرشادي عن كيفية التصرف إذا اكتشفوا حالة وما إلى غير ذلك. إذا كانوا المستمعين مهتمين بالاطلاع على هاي الأدلة، هاي كلها موجودة في موقع الهيئة تحت لينك كوفيد-19، بإمكانهم أنهم يحصلون على هذه الأدلة كلها موجودة في متناولهم عن طريق الدخول إلى موقع الهيئة الرسمي. نعم. أيضا دكتورة، بحكم أنه يعني أصبح موضوع المخالطين، هناك الكثير من الاستفسارات حول هذا الموضوع، لو نتكلم معاك عن أبرز المحاور اللي ركز عليها هذا الدليل الإرشادي الخاص بالمخالطين. دليل المخالطين، أول شيء وضح للأشخاص إحنا شو نقصد أنك أنت مخالط، كيف تقدر تعرف إذا أنت كنت مخالط أو لا. تعريفنا للمخالط أنك أنت تقضي وقت مع شخص تأكدت إصابته بكوفيد، سواء كانت عنده أعراض أو غير أعراض. إذا تأكد إصابته بكوفيد وأنت قضيت معه وقت أكثر من ربع ساعة وكنت على مسافة قريبة من، نقصد بالمسافة القريبة مترين على الأقل، يعني إذا أنت كنت مثلا مع زميلك في المكتب، إذا أنت كنت مع حد ساكن معاك في المنزل، أو إذا أنت كنت مثلا قاعد في سيارة مع هذا الشخص، اللي نحاول نوصل لك المعلومة أن أنت إذا قضيت مع شخص مصاب أكثر من ربع ساعة وكانت مسافة المسافة فيما بينكم أقل من مترين، أنت هني تعتبر مخالط. نعم. وأيضا دكتورة، هناك الكثير طبعا بعد ما تم يعني معرفة أنه مخالط، فهناك الكثير من الاستفسارات أن يعني فترة الحجر الصحي المنزلي طبعا مثل ما تعرفين يتغير دكتورة هند، يعني من 14 يوم إلى 10 أيام. فهناك الكثير أيضا من الاستفسارات حول هذا الموضوع، أن يعني أنا مخالط ولكن ما عندي أعراض، يعني ليش أستمر 14 يوم أو 10 أيام؟
هي كان في السابق فترة الحضانة المرض كانت 14 يوم. لكن بعدين مع العديد من الدراسات, لأن إحنا صار لنا الحين فوق السنة, العلماء كلهم يعني يدرسون الفيروس ويدرسون طبيعة الفيروس ومدى عدوى هذا الفيروس. فمؤخرا يعني أثبتت الدراسات الحديثة أن المدة اللي يكون فيها الشخص معدي هي قدرت بعشرة أيام, وطبعا الأيام الأولى هي الأيام الأكثر إصابة بالعدوى للشخص يكون فيها جدا معدي, وبعدين من اليوم السابع للعاشر العدوى عنده معدل نقله للعدوى تقل, وبعد العاشر تقريبا تكون تكاد تكون معدومة. لذلك يعني قمنا بتغيير فترة الحجر الصحي للشخص من 14 يوم إلى 10 أيام. وسالفة إن أنا والله ما فيني أعراض وأنا ما أحس بشيء, ليش تقعدوني 10 أيام؟ فترة العشرة أيام إحنا يعني نحرص أنك أنت تقضيها سواء كانت عندك أعراض ما كانت عندك أعراض. هي هذه الفترة إن أنت لازم تعزل نفسك فيها عن الآخرين حفاظا على نفسك وعلى الآخرين أيضا. فسواء عندك أعراض, سويت الفحص وطلعت سلبية أو غير سلبية أو ما سويت الفحص, 10 أيام أنت لازم تقضيها في حجرك المنزلي. صحيح. أيضا دكتورة هند, من الأمور اللي دائما يعني هناك يكثر فيها بعض الاستفسار عن نتيجة الفحص بعد العشر أيام. في بعض الناس مثلا يقول لك يعني مثلا أنا ما أحتاج أني أسوي الفحص بعد 10 أيام حسب البروتوكول, إنه خلاص معناته أني أنا قضيت 10 أيام وأطلع. في بعض الحالات تطلع النتيجة دكتورة إيجابية بعد 10 أيام, فكيف يتم الإجراء في هاي الحالة؟ تشوف إذا هو, إحنا حين قاعدين نتكلم عن المخالطين. نعم. إذا هو خلص 10 أيام وما كانت عنده أعراض ما يحتاج يسوي فحص الPCR هذا. ممتاز. لكن إذا ظهرت عليه أعراض أثناء قضاء فترة 10 أيام هذه, إحنا هني ننصحه أن يروح يعمل فحص الPCR, لأن مثل ما قلنا بقائك في الحجر مو معناته أنت مريض أو غير أو مو مريض. يعني أنت مو مريض, لكن إحنا نبي نتأكد أنك أنت لن تصاب بالعدوى لأنك أنت خالط شخص مريض, ففي احتمالية أن أنت ييك المرض. فإذا في خلال هاي 10 أيام ظهرت عليك أعراض, أنت لازم تروح تعمل فحص الPCR. نعم. إذا طلعت إيجابية معناته أنت بالفعل كان انتقلت إليك العدوى, ومن هنا ننتقل من أن نعتبرك من مخالط الحين أنت صرت مصاب بكوفيد-19, ولازم تقضي 10 أيام الثانية لإصابتك بكوفيد-19, وهذه لها وتنتقل من الحجر المنزلي تصير الحين أنت لازم تعزل نفسك لأنك أنت صرت حاليا مصاب. لكن الشخص اللي ما في أعراض وقضى 10 أيام وما كانت في أعراض, هذا معناته هو يقدر يطلع ويمارس حياته الطبيعية. لكن الحياة الطبيعية الحين عبد الله هي الحياة مع الإجراءات الاحترازية. صحيح. كلنا لازم نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين, نرتدي كماماتنا بطريقة صحيحة, نحافظ على نظافة إيدينا, يرجع هو يمارس حياته الطبيعية لكن في ظل اتباعه للإجراءات الاحترازية. نعم. دكتورة عندي استفسار من أحد الأصدقاء عن طريق الرسائل. يقول إنه يعني مصاب وخلص 10 أيام وسوى الفحص وطلع إيجابي, نفس السؤال اللي يمكن تكلمنا فيه دكتورة وتوضحتي انت هاي الجانب, ولكن حسب الإجراءات انه خلاص يعني خلص 10 أيام من يوم 11 طلع من البيت ويمارس حياته ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية, ولكن عنده مشكلة, ما زالت مشكلة الشم ومشكلة التذوق. اي هذا الشيء يحتاج وقت. نعم. هو يعني الكل يقول ان هي مساله مؤقته, ولكن ان يرجع للشم والتذوق هذا يحتاج وقت الين ما يرجع جسمه لطبيعته وترجع الحواس عنده لطبيعتها. فتره العزل الصحي لمصاب كوفيد تنتهي بالفعل بعد مرور 10 أيام من فحص الPCR, ولكن ايضا لازم تتحسن حال اعراضه. اذا كانت عنده اعراض وايضا المفروض ما تكون عنده حمى لمدة 3 أيام متتالية بدون ما يستخدم خافض للحرارة, هني تنتهي مدة عزله الصحي. نعم. دكتورة هند, محورنا الثاني اللي بنتكلم فيه عن الدليل الإرشادي الخاص بالعزل الصحي. أي
العزل الصحي احنا نقصد في مفهوم يعني يمكن الناس شوي تلخبط في ما بينها ان حجر وعزل لخبطونا ما عرفنا شو الفرق. الحجر احنا نتكلم فيه عن الاشخاص المخالطين اللي ما نعتبرهم مصابين بكوفيد لكن في احتمالية انهم يصابون, فهني يكون مسماهم حجر صحي. لكن العزل هو للشخص المصاب بكوفيد, هني يختلف طريقة تعامله تكون مختلفة. العزل المؤسسي هو للشخص مصاب بكوفيد, وكيف نعرف أنه مصاب بكوفيد؟ إذا أثبتت نتيجة الفحص البي سي آر عنده كانت إيجابية, سواء كانت عنده أعراض أو ما كانت عنده أعراض. نعم دكتورة هند, طبعا مثل ما ذكرتي في البداية أن الدليل هذا فيه كثير من الأدلة والإرشادات الخاصة بالمخالطين والخاصة أيضا بالعزل, وأيضا في بعض الأدلة الخاصة وبعض الإرشادات الخاصة بالنسبة للأمور اللي تتعلق بالدراسة وبأولياء الأمور والطلبة أيضا طلبة المدارس, ويمكن إحنا بنأجل هذا نتكلم فيه بالتفصيل يمكن في المرات القادمة لأنه شوية فيها تفاصيل دقيقة صحيح مختلفة. صحيح. عيال بناخذ دكتورة لو تعطينا عن أهمية هذا الدليل يعني وأهم الإجراءات اللي يتضمنها مثل ما تفضلتي عن التوعية, توعية أفراد المجتمع عن الإجراءات الخاصة بكوفيد 19. أنا وايد مهم عندي أن المخالط يلتزم بفترة حجره الصحي لعشرة أيام ويحاول قدر الإمكان أنه يعني يفصل نفسه عن الآخرين في هذه المدة, حتى لو كان هو في المنزل يشارك مع أشخاص يفضل أنه يقضي وقته في غرفته الخاصة مع حمامه الخاص, ويزيد من الإجراءات الاحترازية اللي لازم يسويها هو كان في الحجر. بالنسبة لي أنا هذا الشيء جدا مهم, وبالنسبة للمصابين أيضا يعني لازم هم ينتبهون على نفسهم. هناك في عزل في المنازل إذا كانت حالتهم بدون أعراض أو أعراض خفيفة, يتابعون حالتهم يفحصون نفسهم بشكل يومي, وإذا حسوا نفسهم مرضى كوفيد إنهم تعبوا شوية بعدين يروحون يستشيرون طبيبهم المسؤول. يعني بالنسبة لي أنا جدا مهم إنهم ما يعرفون الإجراءات كلها, يكونون على وعي كافي بكل الإجراءات الاحترازية ويكونون عارفين بالبروتوكول المتبع في حال كان هو مخالط أو مصاب. نعم دكتورة هند, هناك الكثير أيضا من الأمور اللي بنكملها إن شاء الله وياك اليوم. أيضا بتكون معنا ضيف الأستاذة شيرين لوتا, مثقف صحي أول بقسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي, وعندنا حديثنا بيكون معها عن الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة, وأيضا مهم أن بنتحدث معها عن الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل بشكل خاص. ناخذ عيال دكتورة فاصل ونرجع نكمل مع الأستاذة شيرين باقي الحديث. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل وراجعين لكم إن شاء الله بعد الفاصل هذا عن الموضوع اللي خاص اليوم بالإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد 19. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة, تقدم لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006, ونحب نقول لكم أن نحن ما زالت موجودة معنا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي للحديث عن الإجراءات الوقائية الخاصة بكوفيد 19, وأيضا تكلمنا قبل الفاصل عن الأدلة الإرشادية حول هذا الموضوع. بتكون أيضا معنا اليوم مستمعينا الأعزاء الأستاذة شيرين لوتا, مثقف صحي أول بقسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي, لتكملة الحديث حول الإجراءات الاحترازية. ولكن دكتورة هند عندنا سؤال من أحد المتابعين عن إجراءات كوفيد 19 اللي رقمها 6009, تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أنا مصابة بكورونا في الحجر اليوم العاشر, فسؤالها بكرة بتكمل 11 يوم, هل ترجع للعمل؟
مثل ما قلنا في بداية الحلقة عبد الله، العزل الصحي اشتراطاته شوي مختلفة عن المخالط، لأنه مصابة بكوفيد فلازم تشترط 3 شروط عشان هي تنهي عزلها الصحي. لازم يكون يمر 10 أيام من تاريخ فحصها للبي سي آر، ولازم تتحسن أعراضها إذا كانت عندها أعراض، وطبعا لازم تخلو من أي ما يكون فيها حمى لمدة 3 أيام متتالية، يعني ما فيها حمى وما تستعمل خافض للحرارة. وبعدين تقدر هي تقدم على طلب شهادة خلو من المرض هذا عشان هي تقدر ترجع للعمل وتمارس عملها. طبعا شهادة خلو من المرض بعد ما تستكمل فترة عزلها الصحي تقدر تاخذها من خلال الاتصال على رقم اتصالنا الموحد 800-342 أو من خلال تطبيق كوفيد دي اكس بي تقدر تحصل على هذه الشهادة، ومن ثم تقدر تمارس حياتها الطبيعية. لكن مثل ما قلت لك عبد الله، الحياة الطبيعية الحين هي في ظل إجراءاتنا الاحترازية كلها. صحيح. حاليا شكراً. هذا هو الطبيعي حتى إشعار آخر. صحيح. شكرا. أي. ومثل ما تفضلتي دكتورة، تحتاج أنها تتواصل مع الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 لحصولها على شهادة الخلو، ومن بعد ذلك بإمكانها أن ترجع لجهة العمل. ننتقل دكتورة عيال إلى باقي المحاور لهذا اليوم، وأيضا بتكون معنا الأستاذة شيرينا لوتام، مثقف صحي أول بقسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. معنا الأستاذة شيرينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. مرحبا أستاذة شيرينا، صباح النور والسرور. أستاذ شيرينا، نحن طبعا بوجود الدكتورة هند العوضي معنا تكلمنا عن الإرشاد أو الأدلة الإرشادية حول موضوع كوفيد-19، وبنكمل معك بعد بعض الإجراءات الاحترازية الخاصة في هذا الموضوع في الأماكن العامة وأيضا أماكن العمل بشكل خاص. طبعا كلنا نعرف الإجراءات الاحترازية، منها غسل اليدين، لبس الكمام، ونخلي بيننا وبين الآخرين مسافة لا تقل عن 2 متر. بس لازم نتذكر أهميتها ولازم نذكر الآخرين، لأن كلنا مسؤولين ولازم ما نهمل هالإجراءات، بالنهاية تحمينا وتحمي اللي حولنا. بالنسبة حق مكان العمل، من الضروري لبس الكمام في جميع الأوقات واستخدام أدواتك الشخصية، عدم المشاركة مثلاً أدوات الأكل، سجادة الصلاة، أو نستخدم مالة استخدام واحد، وأيضاً دفاتر وأقلام ما نشاركها ويا الآخرين. وهم بعد تعقيم يديك بعد لمس الأبواب وزر المصعد في مكان العمل، تعقيم المكاتب حتى لو جهة العمل هي تعقم، بعد احتياط نعقم المكاتب ونتجنب الأماكن المزدحمة خصوصا في فترة الاستراحة أو مكاتب المزدحمة. نعم. أيضا مثل ما ذكرتي أستاذة شيرينا بأن أهمية العمل بهاي الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة في أماكن العمل مهمة، علما بأن هناك أتوقع جميع الأماكن تعمل بهاي الأمور الخاصة بالتنظيف والتعقيمات والإجراءات الخاصة هاي. نتكلم معك الأستاذة أيضا بأهم الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب اتخاذها والتقيد بها أيضا في الأندية الرياضية، وأيضا إذا يعني حبينا يعني نشمل القاعات المناسبات والتجمعات الاجتماعية. مو غلط إن الواحد يروح الأندية الرياضية ويهتم بصحته وبالرياضة، بس هم لازم يلتزم بالإجراءات الاحترازية، وفي 5 أشياء بقول لكم إياها لازم الواحد ما يسويها بالأندية الرياضية. صحيح. منها الذهاب أثناء وجود أعراض تنفسية أو حمى. إذا الواحد حس بأعراض المفروض إنه ما يذهب للنوادي. وإهمال مسافة الأمان بينك وبين الآخرين، نفس ما ذكرنا بهم مشاركة أشياءك الشخصية مثل الفوطة مثلاً، أو دجاجة الماء. وهم إهمال تعقيم آلات التمرين قبل الاستخدام، ضروري أن الواحد يعقم آلات التمرين.
جميل جدا. نعم. مرات يعني في هناك دائما كثير من التساؤلات استاذة شيرين وايضا دكتورة هند. أي. ان يعني الواحد ما يقدر يعني يتاكد بان كل اللي موجودين مثلا في الصالة الرياضية ما عندهم اعراض قد تكون يعني مثلا يمكن حمى خفيفة او مثلا مشكلة في التنفس أو الزكام أو أي أمور من هاي الأشياء، ونفس الشيء يصعب على الشخص مرات أنه يلتزم ببعض الإجراءات الاحترازية اللي هي خاصة بالكوفيد، مثلا لبس الكمامة. فتلقين يعني مثلا الشخص اللي حاتي يلبس الكمامة ويتريض على أساس أنه ما يعرف أصلا كل الناس اللي موجودين هل هم عندهم بعض الأعراض ولا لا. فهل لبس الكمامة دكتورة في هاي الظروف في وجود أثناء عمل التمارين الرياضية مضرة، ولا شو النصائح اللي تقدمونها أنتم في هاي الظروف؟ يعني بالنسبة لي أولا، يعني إذا أنت شفت النادي مزدحم أنا أنصحك أنك ما تروح ما تدخل النادي. نعم. وتغير وقتك، لأن يمكن هذا الوقت هو وقت الذروة عندهم، فأنت غير الوقت وروح في وقت أقل ازدحام. ثانيا، إذا شفت النادي ما يلتزم بالإجراءات الاحترازية، أنت تكلم المسؤول هناك وتقول أن أنا لاحظت هذه وعندي الملاحظة هذه. فحلو بعد أنك أنت تبادر وتذكر الجهة المعنية أنه ما قاعد يلتزم بالإجراءات الاحترازية هذه. أما بالنسبة للبس الكمام، إحنا نعرف أن أنت لما تمارس الرياضة وخصوصا إذا كانت عنيفة وشديدة عليك، إحنا ننصح أنك أنت ما ترتدي هذا الكمام، لأنه ممكن شوية يسبب لك صعوبة في التنفس. أما إذا كانت رياضة خفيفة وما غير ذلك، بإمكانك ترتدي الكمام. لكن عسب شيء إحنا نقول صعب ترتدي كمامك، لكن أنت تقدر تسوي شيئين الثانيين، اللي هو أولا تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين، وثانيا تعقم الأجهزة اللي أنت تستعملها. وإذا كان لك مدربك الخاص، أنت تقدر صحيح. تقول للمدرب الخاص أنت ارتدي كمامك وحافظ شوي على مسافة بيني وبينك أثناء تماريننا. يعني في أشياء ما نقدر إحنا نسويها، لكن في أشياء كثيرة في المقابل إحنا نقدر نسويها في الأندية الرياضية هذه. صحيح. وهاي دائما يعني منتشرة دكتورة هند، بأن يعني مثل ما تفضلتي مهم جدا يعني الابتعاد الجسدي بينك وبين بالضبط. الشخص، لأن في العادة النوادي الرياضية تكون هناك كثير من الأجهزة اللاصقة في بعض، والشخص يوم ينتقل من جهاز إلى جهاز أيضا هناك في كثير من الأوقات ممكن تكون أيضا خطورة، والمسافة اللي مفروض أنه يكون يعني موجودة بينه وبين الشخص الثاني تكون مسافة آمنة. يعني تقريبا يعني إذا هو الأجهزة جنب بعض، يعني نفضل نترك جهاز فيما بيننا وبين الآخرين، يعني هاي تقريبا بتكون مسافة كافية. وفي ساعات الحصص الرياضية هذه اللي يسوونها الجماعية هذه، أنا أنصح يعني أنهم يلتزمون بعدد معين من الأشخاص الموجودين صحيح. في هذه الحصص إن كانت موجودة، ويحاولون يحافظون على مسافة كافية. وطبعا المكان لازم يكون جيد التهوية، والهواء فيه يكون يتحرك وما يكون مكان وايد مغلق وضيق. صحيح. نرجع للأستاذة شيرين وأيضا نكمل معاك الحديث حول الاحتياطات والإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. لو نذكر يعني في الأماكن اللي هي التجمعات الاجتماعية أستاذة شيرين، حق التجمعات والمناسبات نفس الشيء، لا تذهب أثناء وجود أعراض تنفسية أو حمى. نعم. وطبعا عدم المصافحة أو معانقة الآخرين، المحافظة على مسافة الأمان بينك وبين الآخرين، وما نفضل حضور الفئات المعرضة للخطر مثلا كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة. صحيح. لا تهمل إجراءاتك الاحترازية كتطهير اليدين وارتداء الكمام، ومثل ما ذكرت يعني ما نفضل كبار السن وأصحاب الأمراض أن يتواجدون في تجمعات أو أماكن مزدحمة، بس إذا بيروحون لازم يأخذون حذرهم ويديرون بالهم بزيادة. دكتورة هند، طبعا في كثير من الحلقات السابقة تكلمت وبشكل مستمر عن النصائح، وبالأهم يعني المرة شيرين ما أخذ دوري. نعم. مثل ما تعرفين أستاذ شيرين أن هيئة صحة بتبيتولي اهتمام كبير جدا الحقيقة لفئة كبار المواطنين وكبار السن، دائما توفر لهم أفضل الخدمات لحمايتهم
بالأخص خلال الفترة هاي. طبعا دائما هيئة صحة دبي تقدم خدمات متميزة لهاي الفئة من المتعاملين اللي هم كبار السن. لو نتحدث معك أستاذة شيرينة عن النصائح اللي تحبين توجهينها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عند عودتهم، سواء يعني مثل ما ذكرنا في زياراتهم لبعض المناسبات الاجتماعية، وأيضا عند عودتهم شو الإجراءات اللي مفروضهم يتبعونها سواء هم بشكل خاص أو حتى أفراد الأسرة في البيت؟ طبعا يلتزمون بالإجراءات، ويفضل أن يكون عندهم بعد شخص يذكرهم أثناء المناسبات أن لا تعقيم اليدين، لبس الكمام، أن ما أبدا ما يعقون الكمام. ولما يرجعون للبيت الدخول الآمن، مثلا الملابس يغسلونها على طول، يبتعدون عن الآخرين حتى في البيت، حتى ويا أهلهم، إنه ما يقربون من كبار السن أو الناس اللي فيهم أمراض مزمنة. وبعد المحافظة على أكلهم الصحي، نومهم، لأن المناعة أهم تلعب دور. صحيح. الأستاذة شيرينة لوتا، مثقف صحي أول بقسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك أستاذة شيرينة، وشكرا للمعلومات القيمة أنت وفريق عملك اللي تقدمونه دائما لأفراد المجتمع حول موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. شكرا لك. شكرا جزيلا، والله يحفظ الجميع. شكرا. نرجع لضيفتنا الدكتورة هند العوضي، وحديثنا طبعا معك ما لا نهاية، ما لا نهاية عن الإجراءات الخاصة بكوفيد 19. أنا حابة أضيف بعض النقاط عن نقطة كبار السن بشكل عام. أولا، إذا كانوا هم حالتهم الصحية تسمح أنهم يحصلون على لقاح كوفيد، طبعا لازم هم يكونون أوريدي حاصلين على اللقاح. وإذا هم كانوا من الناس اللي معترضين، أنا أنصح اللي مهتمين فيهم وأهاليهم أنهم يبادرون ويأخذونهم. صحيح. ويحصلون على لقاح كوفيد، لأن هذه تعتبر إحدى العوامل جدا مهمة في حمايتهم ضد مرض كوفيد 19، وأيضا حمايتهم من مضاعفات هذا المرض إذا لا سمح الله إياهم. هذه النقطة رقم واحد. يعني حاليا اللي ما أخذ أهله، أمه وأبوه أو كباه أو يده ويدته، ما أخذوا لهم موعد عشان اللقاح، أنا أنصحهم اليوم يبادرون ويأخذون لهم موعد ويحرصون على أخذهم لهذا اللقاح. ثانيا، في المناسبات الاجتماعية أنصح الجميع، يعني هاي مسؤولية مجتمعية على الجميع. إذا أنت فيك أعراض، أنت شاك أنك مريض، إذا فيك حمى أو أي شيء، ما تروح هاي المناسبات، لأن لا سمح الله يمكن حاضر هاي المناسبة شخص كبير في السن، شخص مناعته قليلة، يمكن أنت تنقل المرض وأنت ما تدري. صحيح. أثر هذا المرض على هذا الشخص يكون يعني عواقبه جدا وخيمة مقارنة فيك أنت. يمكن في كامل صحتك وفي كامل شبابك، ويمكن يعني في كوفيد وأنت ما عندك أعراض. صحيح. أو أن مثلا أنت تكون الكثير يقول والله أنا مخالط ما فيني شيء. لا، بالعكس، أنت مش فقط مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن الآخرين. أنت مش فقط مسؤول عن أمك وأبوك، أنت مسؤول عن جميع الأمهات والأبهات الموجودين في البلاد. إحنا كلنا مسؤولين عن الجميع. فإذا أنت كانت عندك أعراض أو أنت شاك، أنا أفضل أنك أنت ما تروح لهذه المناسبات. صحيح. وبعد كبار السن، أنا أعرف أنهم يمكن ملوا من سالفة أن أنتم ما تسلمون علينا، أنتم ما تحضنون، أنتم ما قمتوا تبوسونا مثل قبل. يعني أنا أقول هذه طريقة في إبداء الحب لكم. حمايتهم. إحنا بمحافظتنا على مسافة كافية بيننا وبينكم، إحنا بامتناعنا عن السلام المباشر عليكم، إحنا يعني بمحافظتنا على السلام عليكم من بعد، إحنا بهاي الطريقة نبديلكم الحب. يعني ساعات إبداءنا للحب يكون بطريقة مختلفة في هاي السنة. يعني إحنا شفنا الكثير من التغييرات اللي صارت في هاي السنة، ومن ضمنها الوضع الطبيعي الجديد اللي إحنا نقول عنه. فأنا أقول لهم لا تزعلون إذا أبنائكم ما قاموا يسلمون عليكم مثل السابق، إذا اكتفوا بالسلام عليكم من بعد، اعرفوا أن هذا عشان مصلحتكم في المرتبة الأولى والأخيرة. وطبعا
احرصوا على ارتدائكم لكماماتكم إذا حضرتوا هاي المناسبات. أنا أفضل أنتوا تحافظون على مسافة كافية بينكم بين الآخرين، ترتدون كماماتكم، تحافظون على نظافة إيدينكم، خذوا احتياطاتكم بزيادة، لأن كل الدراسات تقول أن إذا لا سمح الله ياكم كوفيد مضاعفاتها بتكون أشد عليكم من غيركم. صحيح. فلذلك حافظوا على نفسكم وأنتوا الخير والبركة، فيعني تبعوا الإجراءات. صح، يمكن الواحد مل، كملنا سنة حين عبد الله. صحيح، الكثير يسأل لي متى ولمتى بنتم. إن شاء الله، يعني إن شاء الله قريب، في القريب العاجل. الحين إحنا في مرحلة جدا مهمة، مرحلة الحصول على اللقاحات، فاللي ما أخذ اللقاح يبادر وياخذ اللقاح عشان نوصل للمناعة المجتمعية اللي إحنا نبي نوصل لها، عشان إحنا نبدأ في مرحلة الانتهاء من هاي الجائحة والرجوع إلى حياتنا الطبيعية. نعم. أيضا دكتورة، في نفس الموضوع اللي تتكلمين فيه، أيضا هيئة الصحة بدبي دائما يعني توفر الخدمات اللي فيها يعني سهولة جدا لهاي الفئة اللي هم كبار المواطنين. أنت ذكرتي بأهمية أنهم هم يأخذون اللقاح لأنه مهم جدا لصحتهم خلال الفترة الحالية. أيضا لو نتكلم دكتورة عن الإجراءات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي كخدمات مميزة لكبار المواطنين دون حاجتهم للذهاب إلى المستشفيات وإلى المراكز الصحية، بتوفر طبعا مبادرة طبيب لكل مواطن، أيضا توفر مبادرة دوائي. فكل الخدمات هاي تسهل على كبار المواطنين أو كبار السن للحصول عليها دون ذهابهم إلى المراكز أو المستشفيات اللي تابع لهيئة الصحة بدبي. هم طبعا دائما لهم الأولوية في كل شيء، ودائما حاولنا ان نحرص ان هم ما يعرضون نفسهم للخطر. طبيب لكل مواطن، دوائي، العديد من العيادات قامت بتوفير خدمة الاستشارة عن بعد، وايضا شفنا مبادرة جميلة مع هيئة تنمية المجتمع في تقديم اللقاح لكبار السن، قاموا بإعطائهم لقاحهم في منزلهم. عندنا مشاركة، بناخذ المشاركة. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمه، تفضل اخوي. وياكم ابو عمر. مرحبا ابو عمر، كيف حالك؟ شاكرين تواصلك مع برنامج صحه وسعاده. الله يحييكم، بارك الله فيكم على طرحكم على اهل الخدمه. عندي تقريبا ملاحظه. نعم. بنفس الموضوع، الحين احنا كملنا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين السنه الثانيه داشين في الخدمه المرضى. صحيح. طبعا السنة الأولى نحن ما كنا نعرف يعني كيف كذا وجراءات وكذا، ما كنا نعرف، واحد كان متخوف، لكن الحمد لله مع الأيام بدأ الواحد يفهم. لكن في أخطاء سلوكية نحن ياسين هني عندنا موجودة. صحيح. يعني هي سبب رئيسي، لأن حين وفيات السنة أكثر من العام والأعداد أكثر من العام. سبب ليش؟ السبب إن التجمعات، مثلا في أماكن في تجمعات سبب رئيسي. أنا شو كلام كان لقيت أنه فعلا في تجمعات وما في جهات احترازية، لا بس كمام ولا شيء، مثلا يتصافحون يتباوشون بعضهم بعض، هذا موجود. يعني في فلابد ليش ما يكون عندنا مسح على مستوى الدولة، وين أماكن المتجمع في تجمعات أكثر نركز عليها. مثلا مثال أعطيك، مثلا في المسجد مساجد الحين يعني لو سوي إحصائية المساجد عدد قليل أقل في كورونا. ليش؟ لأن ملتزمين مضبطين، كمامات، تعال جسدي كله موجود. وإذا في شيء الإمام عاد يركز، ترى فلا ما لبس كمام موجود داخل مسجد، البس كمام، البلاستيك موجود عشان تسجد. فبهالطريقة ممكن نحن يعني نقدر نسيطر على المرض. نعم. أما نحن خلاص يعني أطباء تعبانين، المجتمع تعبان، الشرطة، البلدية، الكل، والعربية بدون ذكر اسمها عندهم عددهم 43 مليون، وعدد الإصابات عندهم يوميا 250. شو السبب؟ السبب ان الجمهور عندهم امر بعد الساعه، هم عاطين امر الساعه 8 بس، هم الساعه 6 في بيوتهم ملتزمين مع اوامر. نعم. الدوله. وصلت الملاحظة، وصلت الملاحظة أخوي أبو عمر، ونحن إن شاء الله بدورنا أيضا يعني بنوصل الملاحظة هاي للجهات المعنية. وأيضا شاكرين لك جزيل الشكر والتقدير على يعني مشاركتك معنا برنامج صحة وسعادة لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك.
دكتورة هند، أتوقع أن نحن وصلنا إلى نهاية بس تعقيبا على كلام أبو عمر، أن إذا هو شاف أي مكان مخل يعني مو ملتزم بالإجراءات الاحترازية، في العديد من الجهات يعني أعلنت أن بإمكانهم أنهم يقومون يتواصلون معهم ويقومون بالإبلاغ عن هذه المخالفات في الإجراءات. فأنا أنصح يعني مثل ما قلنا هاي مسؤولية مجتمعية. في النهاية إذا أنت شفت إجراء غير صحيح وغير مطبقين لإجراءات احترازية، بادر وقم بالإبلاغ عن هذه الظاهرة هذه، وساعد الجهات المعنية في السيطرة أيضا على الجائحة. نعم دكتورة هند، تشرفنا بوجودك معنا اليوم صراحة. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة هند، وشكرا وجودك معنا وجهودكم الحقيقة الكبيرة في يعني دائما زيادة نسبة الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد-19. شكرا على استضافتي عبد الله، وهذا يعني في النهاية احنا نحاول نزيد وعي المجتمع بأي طريقة ممكنة. نعم مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، واتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. نشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجينا المتألقين الأستاذ نمر محمد وأيضا الأستاذ سعيد المر. وشكرا جزيلا لك مرة ثانية دكتورة هند العوضي وجودك معنا اليوم، وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.